اليوم الحمد لله تم افتتاح الجسر امام حركه السير. هذا الجسر له اهميه كبيره لكونه يتواجد على احد المداخل الكبرى والرئيسيه لمدينه الدار البيضاء، وسيمكن من تخفيف حركه السير وتفادي اربع تقاطعات كبرى وهي شارع الداخله وشارع القدس وشارع انقاله وشارع الحارتي. الجسر يمتد على طول 1100 متر لينير، والكلفه الاجماليه ديالو كانت 171 مليون ديال الدرهم. وهذا الجسر كان الانجاز ديالو تم في الاجال المحدده، وكانت مجموعه من الصعوبات التقنيه، لكن الحمد لله مع توفير ما يكفي من الموارد الماديه والبشريه والتاطير التقني تمكنا من انجاز هذا المشروع وفق جميع معايير الجوده والسلامه وفي الاجال القانونيه ديالو، واللي غادي يكون يتواجد في احد اكبر محور تبادل في الدار البيضاء بين خطي الباصوي والتراموي. كلفه ديال الاشغال كما سبقت وذكرت هي 171 مليون ديال الدرهم. كتشوف ان الاشغال باقي لي ترافو ياثروا على الجسر؟ حنا اليوم افتتاح ديال الجسر، حنا كنتكلموا على الاشغال ديال الجسر اللي تم الانجاز ديالها 100%، تم الانجاز ديالها. الاشغال الاخرى فهي عندها مجموعه من العقود ديالها وترتبط بمجموعه من العقود و لست لنا علاقه بها.